التي ضحت بابنها وأخيها ودعمت وحرضت زوجها للخروج والقتال واستمرت في ذلك. أنا الدكتور فهيم بخطوة من إيرلندا، وأعطيكم نبذة مبسطة وسريعة عن الجالية الليبية التي تقوم في إيرلندا. هي جالية قوية في نشاطها، ممكن ليست كبيرة في عددها، في مكلمين لا يتجاوزوا 3000 في إيرلندا، 3000 ليبي، ولكن هذه المجموعة لها نشاطات وأفكار وخلفيات متفاوتة، ولكن أيضا كلهم يعملوا وفي بطرقهم المختلفة في دعم ثوارنا في ليبيا. منهم الكثير من الأطباء والمهندسين والطلبة والمهاجرين المقيمين في ليبيا، منهم أيضا أطفال ولدوا في إيرلندا وبسبب أو بآخر أحبوا هذا العلم ودخل إليهم ويظهر في المظاهرات تقديرا لهذا العلم والوطن. المجموعات تقوم بإغاثة، أعمال إغاثية في ليبيا، يقوم بتجميع مساعدات طبية وأدوية ومعدات ومواد غذائية ومواد اتصالات وأجهزة راديو وما إلى ذلك، ويتم إرسالها في حاويات تشحن، في البداية شحنت عن طريق مصر ثم عن طريق طبرق ثم عن طريق مصراتة وانتقلت إلى تونس والجبل الغربي، ولا زالت مستمرة بإذن الله. هناك بعض المجموعات، مجموعة إيرلندا للإغاثة، وكلها تحت أو تنطلي تحت الجالية الليبية، ومجموعة المساعدات الطارئة لليبيا والليبيان إمرجنسي أيد، وجمعية المرأة الليبية، هذه من أنشط المجموعات الموجودة لدينا في إيرلندا. قدمنا أيضا من إيرلندا قافلة إغاثة انطلقت من إيرلندا، مرت في إيطاليا ثم إلى تونس، ووصلت المواد التي بها إلى إخواننا في غرب ليبيا وفي تونس أيضا. الجالية أقامت عشاءين خيريين، لأحدهم أقيم عن طريق جمعية المرأة الليبية في إيرلندا، والآخر أقيم من قبل نادي الأطباء العرب في إيرلندا وبريطانيا. ومردون هذه النشاطات يرجع إلى، يصب أيضا في النهاية إلى مساعدة الليبيين. الجالية تقوم بمظاهرات أسبوعية في إيرلندا، إما في المنطقة الرئيسية في مدينة دبلن أو أمام إحدى السفارات أو الاتحاد الأوروبي حسب ما تقتضيه الساعة. إيرلندا أيضا أنشأت كتاب للتوقيع لتضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الليبي، ودائما يحضر هذا الكتاب إلى المظاهرات وتجد الصفوف من الإيرلنديين يصفون للتوقيع، وفكرة ممكن جيدة ممكن اقتباسها واستعمالها في مناطق أخرى. الجالية الليبية دائما دعمت المجلس الانتقالي الليبي ولا زالت تدعم بلا حدود وبلا شروط، وتدعمه حتى إن شاء الله يخرج القذافي. تم أيضا التنسيق لمندوب أو ممثل المجلس الانتقالي لزيارة إيرلندا واجتماعه، تم التنسيق لإجراء اجتماع مع وزير الخارجية الإيرلندي، والحكومة الإيرلندية أبدت دعمها ومساعدتها للمجلس الانتقالي. ندعو أيضا جميع الدول العربية من هنا والأوروبية للاعتراف بالمجلس الانتقالي، كما ندعو المجلس الانتقالي للأخذ في زمام الأمور والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والأمان فورا خروج القذافي مباشرة. لا نريد أن تعم الفوضى في بلدنا بعد انهيار النظام. والوقت الحالي ندعو المجلس الدعم الكامل لإخواننا النازحين، أن يقدم زيادة من الدعم، نعلم الآن أنه يقدم الكثير من الدعم، ونريد في استمرار الدعم لهؤلاء النازحين لأنهم أسر لأناس يجاهدون داخل الحدود لتحرير ليبيا. وبارك الله فيكم ووفقكم الله، والسلام عليكم.